قول لي. نكته. واحد شاب كده وسيم بادي بيلدينج صحه تمام، اتجوز بنت زي القمر، بس ربنا لسه ما رزقهمش بخلفه يعني. ساكن قدام واحد عنده 12 عيل، بس الراجل الاب ده عنده 12 عيل بيتهت شويه في الكلام. فمرات الولد الحلو ده قالت له ما تروح، يكون في طريقه للخلفه احنا مش عارفينها. قال لها اروح اساله. فدخل قال له مساء الخير يا فندم. قال له مساء النور يا بس انا جارك هنا ويعني ليا استفسار. امر الحقيقه بس احنا لسه متجوزين يعني ومش عارفين نخلف وما شاء الله انت عندك 12 عيل. قال له لا لا خنقني. احنا بقى عايزين حته عيل يعني يخنقنا. قال له خد انت. قال لا لا مش عايز اخد، انا عايزك تقول لي يعني لو في طريقه للخلفه مثلا يعني انت عندك خبره يعني. قال له انا اقول لك على كل حاجه. خده بقى في اوضه لوحده كده. قال له بص انت تاخدها تحميها. قال له الحميها ده انا بقى انت مش متخيل. وبعدين تلبس حاجه كده احمر. لا جيب لها حاجات من باريس تجنن يعني. قال له حط بيرفيوم. قال له وبعدين تضرب كاسين. قال له ده انا بدرمغها. قال له بعدين سيجارتين كده. قال له مش عايز اقول لك نار. قال له بعدين هات النور. قال له ايوه. قال له بعدين تنايمها على السرير. قال له ايوه. قال له بعدين تيجي تندهلي انا بقى. حلوة 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 حلوة.